نعم سننطلق الآن ببداية الشوط الثاني. مش معقولة سمسم ربي حدف والله سمسم ساكن مرمى الخصم بهدف والله في فريق علي وشيمة. وتنطلق مباراة من الشوط الثاني. يرجع تاني الكرة وسط الميدان لوليد الحسيني في فريق علي وشيمة. ممتاز الحارس ممتاز الحارس يصوب كرة ممتازة وليد الحسيني لكن الحارس يرفض ويقول انا قادم انا الصد العالي انا قافل في هذه المباراة. مش معقولة والله فكرتني بالكبير عصام الحضري لكن ممتاز الحارس. وتمشي الان الكرة الى الضربة الركنية لفريق علي وشيمة. امشي الان الكرة الى حارس المرمى. كرة طويلة جدا امشي الكرة وليد الحسيني لكن الدفاع موجود. سمسم كفلها بالضبة سمكن كبلها بالمفتاح يفتح المفتاح سيقول افتح يا سمسم افتح يا سمسم. هذه المقولة شهيرة في بلاد الفراعنة البوابات المسدودة يفتحها سمسم شهاب بالمفتاح السري. لكن تمشي الان الكرة الى الضربة الركنية لفريق علي وشيمة. فريق علي وشيمة يهاجم وفريق سمسم شهاب يدافع علينا لكن طويلة جدا هجمة خطيرة ممتازة طويلة جدا من فاروق. وتمشي الان الكرة الى وسط الميدان للهجوم الاسطوري لكن الحارس موجود الصد العالي موجود الكبير موجود في المرمى لكن طويلة جدا. وتمشي الكرة الان الى التماس لفريق علي وشيمة. كرة للدفاع هجمة خطيرة يراوغ لكن توصل تاني الكرة الى وليد الحسيني. وليد الحسيني للدفاع كرة مرة اخرى لكن كفلها فاروق. يرجع تاني الكرة الى السمسم شهيب. مش معقول سمسم يا ساتر يا الله ممتاز هذا اللعب والله كان يسكن الضفة. محمد غونيم يقول ممتاز يا سمسم لكن الكورة غدارة ممكن لا فعلها بالفعل فعلها الاسطورة. مش ممكن واحد واحد ركب عشرة امام على دكة البدلاء مبسوطين تماما في هذا الجولة. شوف الجولة شوف الجولة النتيجة لنا واحد واحد التعادل الايجابي. من يسكن من يفعل في مرمى الخصم سمسم سمسم يقول مرة أخرى اصحى رجالة اصحى أبطالة اصحى فرعنا. لكن نمشي كرة مرة أخرى إلى الهجوم الممتاز كرة خطيرة لكن عمرو موجود. الحكم يقول مش اللعبة مش اللعبة ليست فيها شيئا. كرة خطيرة طويلة جدا وتوصل الكرة الى التماس. كرة مرة اخرى لوليد الحسيني. ممتاز هذا اللاعب يا جماعة ممتاز هذا اللاعب امام حضراتكم الجماهير لفريق علي وشيمة. نمشي كرة مرة أخرى واحدة الثاني لكن كرة خطيرة عمرو يخرج الحارس خطأ من الحارس. مش ممكن يا ساتر يا الله كان يسكن هدف كان يسكن هدف عمرو لكن سمسم يقول مش مشكلة مش مشكلة لكن ترجع تالي الكرة مرة أخرى إلى الضربة الركنية لفريق
سمسم شيبة، كرة مرة أخرى، كرة ممتازة لنا. أمام حضراتكم جماهير سمسم شيبة على احتار، محتارين والله، محتارين والله. كرة خطيرة لفريق على وشامة، شوف الكرة، الحارس يمسك، امسك يا رجال، امسك يا أسطورة. لكن ترجع تاني الكرة مرة أخرى لفريق على وشامة، كرة وسط الميدان. سمسم يقول مشي كرة، مشي كرة يا رجال. كرة ممتازة لنا لفريق على الشام. المباراة تهدأ، رجول، جولاسكو جولاسكو جولاسكو، الهدف الثاني لفريق على الشام. اسكن هلو والله، مش ممكن. 2-1 لنا لفريق علي وشيم، مش ممكن باش نحكي على هذه الاساطير. يا ساتر يا الله، مش معقولة، مش معقولة. المباراة تخدر تماما في الشوط الثاني في فريق علي وشيم. ممتاز هذا الفريق، وليد الحسيني فارق في هذه المباراة، فارق فارق تماما. يا ساتر يا الله، من هذا اللاعب كان يلعب في المان يونايتي عام 2003 2004، وذهب الان الى دور النجوم لعام 2015. ارجع تاني الكرة لفريق علي هشام، وليد الحسيني الكبير، لكن سمسم كافل. ارجع تاني كرة وسط الميدان، اختيرة ممتازة لكن طويلة جدا، وتمشي الكرة الان لفريق السمسم شيبة. نأسف، يأخذها فريق علي هشام، كرة وسط الميدان اختيرة ممتازة، وليد الحسيني ممتازة. اسكن كورة عن المرمى، الدفاع مهتز تماما في فريق علي هشام. شيكو شيكو صاحب البشرة السمراء يلعب في فريق احمد حمادة، كرة خطيرة ممتازة فاروق، لكن طويلة جدا، طويلة جدا والله. وتمشي الان الكورة لفريق علي هشام، هجمة خطيرة، هجمة خطيرة، ممتاز الحارس. ارجع تاني الكرة هنا في دور النجوم، معنا ثلاث رجال في الاسطورة، علي هشام والسمسم شيب. مش معقولة، اين انتو ذاهبين بلغة الاسود؟ يا ساتر يا الله على هذا اللعبة. شوف سمسم يفعل شيء ولا لا في هذه الضربة، خطأ ممتازة لكن بتصطدم في الحيطة، وتمشي الكرة مرة اخرى. ارجعتين الكرة وسط الميدان، وتمشي الكرة لنا، ابتسم على وجه الجماهير، يسعدهم سمسم شيب. دير حالك على بالك، اليوم المباراة ستشتعل بهؤلاء النجوم، هنا في دور النجوم، هنا في الساحة المصرية. مش ممكن، 2-1 لنا لفريق علي هشام، مش ممكن باش نحكي على هذه الاساطير. يا ساتر يا الله، مش معقولة. الجماهير امام حضراتكم مشتاقين للاهداف الممتازة من هؤلاء النجوم. ارجع تاني الكورة الى الدفاع المتمكن، مش ممكن. المنافسون للبرصة الريال، ذهب سمسم شيب من الريال لعام 2014، انطلق الان هنا في دور النجوم في عام 2015. حدثوا احمد حمادة وقلوا اذهب الى دور النجوم، وذهب سريعا لهذه المباراة، مباراة القمة. ارجعتين الكرة خطيرة ممتازة، طويلة جدا، وتمشي الكرة الى حارس المرمى.
الدفاع مهتز تماما في فريق علي هشام. شيكو شيكو صاحب البشره السمراء يلعب في فريق احمد حماده، كره خطيره ممتازه فاروق، لكن طويله جدا طويله جدا. يلا وهتم شريان الكره متمكن تماما. شوف شوف الجماهير، لكن ارجع تاني للمباراه الممتازه، الدفاع موجود، تمر بسلامه، ارجع تاني الكره ممتازه، المباراه تهتدي تماما، ارجع تاني الكره ممتازه ممتاز هذه اللعبه. راوغ ارجع تاني الكره مره اخرى لركن اربعه، كره خطيره لكن الدفاع موجود. دير حالك على بالك، اليوم المباراه ستشتعل بهؤلاء النجوم، هنا في دور النجوم. ارجع تاني الكره الى الهجوم، كره خطيره وليد الحسيني، مش معقوله، لكن سمسم قفلها ممتاز، سمسم شهاب في هذه المباراة، والله سيفعلها والله سيفعلها. وتمشي ليلى الكرة اختيرة إلى الهجوم، مش ممكن، شوف الكرة، يا الله أسكنها الله الأسطورة، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كيف نتحدث عن هذا الرجل؟ يا ساتر يا الله، شوف الكرة ممتاز هذه اللعيبة، يا الله الدفاع في فريق علي وهشام ممتازة، يا ساتر يا الله. النتيجة لنا 3-1 لفريق علي وهشام. يا الله هتفعل شيء ولا لا يا السمسم؟ اين المفتاح اين المفتاح يا رجال؟ لكن تمشي الان الكرة لفريق علي وهشام، النتيجة الان 3-1 لفريق علي وهشام. مش كرة الان الى عمرة، يمر الكرة على يمين طويلة جدا وتوصل الى التماس علي وهشام، يكون ممتاز ممتاز يا رجالة، ممتاز يا ابطال، ممتاز يا نجوم الشامبيونز ليج. يا الله الجماهير تسعد بهذه المباراة، ولكن علي وهشام الاثنين في الاسطورة، تحدث العالم وقال اين انتم ذاهبين يا علي وهشام عن سمسم شهاب الاسطوري، لكن علي يقول انا قادم لكم، عليكم عاشور الشوالي.